كلمات تشرق بالنور جمعت كالدر المنثور في قلبك تشعل مصباحا فيضيء بأنس وسرور. العلم رحيق نسكبه ما بين قلوب وصدور، فتزود قبسا من علم ليضيء ظلام الديجور، ليضيء ظلام الديجور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حديثي معكم في هذه الليلة المباركة بحول الله وقوته وفضله ونعمته عن وداع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لمكة مرتين. المرة الأولى حينما هاجر عليه الصلاة والسلام، ولكم أن تتصوروا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام عاش في مكة قبل الهجرة أكثر من 50 سنة، لأنه مكث في المدينة 10 سنوات، فقد عاش في مكة أكثر من 50 عام، ودرج بين جبالها وشعابها، وأحب تلك البلدة المباركة، وشرب من ماءها ومن زمزمها، ودرج بين بيوتها وتعرف على أهلها، أحبها وأحب أهلها. لكن لما بعث عليه الصلاة والسلام وناصب له أهلها العداء، آمن بها القليل وتآمروا عليه عليه الصلاة والسلام، فاضطر عليه الصلاة والسلام إلى الخروج من هذه البلدة بعد هذا العمر الطويل. وقد مكروا بك كما الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. النبي عليه الصلاة والسلام يعني في ليلة الهجرة قال لعلي: بات في هذا المكان في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، ورد الأمانات إلى أهلها، وخرج هو وصاحبه عليه الصلاة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، خرجوا من مكة وطريد. وقد جعلت قريش جائزة كبرى لمن يدلي بأي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه حيا أو ميتا، جعلوا له 100 ناقة جائزة لمن يدلي بأي خبر حول هذا الموضوع. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يودع مكة وقال: والله إنك لمن أحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يودعها بهذا الوداع الصعب، وخرج من أحب أرض الله حرم الله الذي في بيته الحرام، والصلاة فيه الحرم المبارك هذا كم فيه من الأجر، وكم صلى وكم طاف وكم أحب هذه البلدة العظيمة، مع ذلك خرج عليه الصلاة والسلام. هذا الموقف الأول والوداع الأول. الوداع الثاني للنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، حينما وقف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقال للناس وهو يخطب وتحت أكثر من 100,000، قال: إنكم مسؤولون عني غدا، فما أنتم قائلون؟ قالوا: يا رسول الله، نشهد إنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبع إلى السماء وهو يقول: اللهم فاشهد. وطبعا هذه الرحلة العظيمة اللي هي رحلة النبي صلى الله عليه وسلم، لكم أن تتصورون صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام كيف وقع عليهم هذا الخبر الصعب. النبي صلى الله عليه وسلم يودع الأمة في هذا الحجة، ويودع الأمة، كيف أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه تفطن لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وبكى وقال: بأبي وأمي أنت يا رسول الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أحب أنه يودع أمته ويشهد ربه، وهي تسمى حجة البلاغ وحجة الوداع وحجة الإشهاد، حينما أشهد الله على أمته أنه قد بلغهم الرسالة ونصحهم وأدى الأمانة. ولنا أن نتأمل، يعني تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه ويمشي معهم
يحضر أفراحهم ويحضر أتراحهم وفي مناسباتهم، يصلي بهم ويخطب بهم الجمعة ويحضر في المجالس يستفتونه. يعني تخيلوا الصحابة رضي الله عنه كلما أحصلت عندهم يعني حادثة أو إشكالية كانوا يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتونه في هذا الأمر ويذهبون إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفتيهم في ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصيب بمصيبة فليتعز بي، فإنما أصيبت الأمة بمصيبة بمثل مصابي. طبعا تخيلوا أن كل ما حصلت حادثة ومشكلة يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينزل عليه الوحي من السماء، كما في حادثة المرأة اللي جاءت تشتكي زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، كل حادثة. حتى أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب لما زاروا أم أيمن كانت تبكي، فكانوا يواسونها، قالت: والله إني لا أبكي على وفاة، لكن أبكي على انقطاع الوحي. انقطاع الوحي من السماء هذه مصيبة عظيمة. يعني الأمة الآن إذا حصلت حادثة ولا إشكالية ولا يعني كل واحد يجتهد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كلما حصلت حادثة أو إشكالية كانوا يذهبون إليه، علشان يتصور الإنسان مصيبة وداع النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، وكيف ودع مكة في هجرته وكيف ودعها في حجة الوداع. أنا أذكر أني ألقيت الكلام هذا في الحج، وكان معنا ناس من البادية، والله حينما سمعوا هذا الحديث كانوا يبكون، لأن الإنسان استشعر أهمية اللقاء الوداعين هذه، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة وهو يطارد وهو يتآمرون على قتله وجعلوا الجوائز، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم ودع الأمة أنكم مسؤولون عني غدا، وكيف أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس كانت مهمة جدا، حيث أن عليه الصلاة والسلام هو كان المرجعية الكبرى للأمة. وعلى كل حال من علامات الساعة أنه يقبض العلم ويتخذ الناس رؤوس جهال، رؤوس جهال يفتون الناس بغير القرآن أو يحرفون القرآن أو يؤولون على غير تأويله. ولذلك أسأل الله العظيم أن يثبتنا على الحق وأن يثبتنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نحشر في زمرته يوم القيامة. أسأل الله أن يحيينا على الإسلام يميتنا عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كلمات تشرق بالنور جمعت كالدر المنثور، في قلبك تشعل مصباحا فيضيء بأنس وسرور. العلم رحيق نسكب ما بين قلوب وصدور، فتزود قبسا من علم ليضيء ظلام الديجور، ليضيء ظلام الديجور. هذا البرنامج برعاية